السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 6 من سلسلة تمارين درس الجداء السلمي في الفضاء وتطبيقاته. إذا التمرين يقول أحسب مسافة النقطة A عن المستوى B في الحالات التالية. إذا بشكل عام لحساب مساحة مسافة نقطة عن مستوى نطبق العلاقة الآتية. إذا عندنا واحد المستوى B اللي المعادلة ديالو تكتب على شكل AX زائد BY زائد CZ زائد D تساوي صفر، وعندنا واحد النقطة A، إذا المستوى B واحد النقطة خارج المستوى B. إذا لحساب المسافة بين النقطة A والمستوى B نطبق القاعدة التالية. إذا D ما بين A والمستوى B يساوي ماذا؟ يساوي القيمة المطلقة. إذن كنأخذ هذه المعادلة هذه وكنعوض إحداثيات ديال A في هذه المعادلة. إذن A X ديال A زائد B Y ديال A زائد C Y Z ديال A زائد D قيمة المطلقة على الجذر ديال H ديال A مربع زائد ب مربع زائد س مربع. ا ب س كتمثل الاحداثيات ديال المتجهه المنظميه على المستوى ب. اذا هذه القاعده بشكل عام. اذا نحاولوا نشوفوا تطبيق القاعده هذه. اذا في الحاله الاولى عندنا المستوى ب وعندنا النقطه ا. اذا المسافه دي ديال ا عن المستوى B تساوي ماذا؟ إذن القيمة المطلقة ديال جوج XA ناقص 3 YA زائد ZA ناقص 5 على الجذر. الجذر ديالاش؟ إذن هنا خصني ننتبه الجذر ديال المعاملات ديال XA و YA و ZA. إذن الجذر ديال جوج أس اثنان زائد المعامل ديال إيكغيك هو ناقص ثلاثة. إذن ناقص ثلاثة الكل أس اثنان، والمعامل ديال زد أ هو واحد. هنا راه عندي واحد زد، إذن واحد أس اثنان، لأن المتجهة المنظمية ديال المستوى إلا بغينا نحددها فهي جوج ناقص ثلاثة واحد. إذا نبسطو هاد الكتابة. إذا القيمة المطلقة غادي نعوض إكس أ و إيكغيك أ و زد أ بالقيم ديالهم. إذا جوج مضروبة في خمسة ناقص ثلاثة، إيكغيك أ كتساوي لنا ناقص ثلاثة، إذا ناقص ثلاثة في ناقص ثلاثة زائد زد أ هي أربعة ناقص خمسة على القيمة المطلقة. إذن اثنان أس اثنان هي أربعة ناقص ثلاثة أس اثنان هي سود زائد واحد، وبالتالي إذا القيمة المطلقة إذن عندنا جوج في خمسة عشرة ناقص ثلاثة في ناقص ثلاثة هي زائد سود سالب سالب موجب زائد أربعة. إذن أربعة ناقص خمسة هي ناقص واحد على أدنى جذر أربعة عشر. إذن داخل القيمة المطلقة عندنا عشرة زائد تسعة تسعتاش ناقص واحد كيساوي تمنتاش. إذن القيمة المطلقة ديال تمنتاش هي تمنتاش على الجذر ديال أربعتاش. إذن هذه هي المسافة بين النقطة A والمستوى B. الحالة الثانية بنفس الطريقة. إذا المسافة ما بين النقطة A والمستوى B، إذا العلاقة العامة هي هذه. إذا كناخدو المعادلة للمستوى، إذا هي جوج XA زائد واحد على ماذا؟ على الجذر. إذا ما هي المتجهة المنظمية لـ B؟ إذا انتبهوا مزيان. إذا عندنا جوج X زائد، إذا ما عنديش X ما عنديش Y وما عنديش Z، إذا زائد صفر Y زائد صفر Z زائد واحد تساوي صفر.
وبالتالي المتجهة المنظمية راهي جوج، وهنا صفر صفر. إذن هذه المتجهة المنظمية على المستوى بي، إذن هي اثنان أس اثنان زائد صفر أس اثنان زائد صفر أس اثنان راهي صفر، هي صفر. إذن نعوضو، عندنا جوج، إذن إكس أ هي واحد، إذن جوج مضروبة في واحد، صافي إكريك أ وزد أ ما عندي فين نعوضهم، إذن زائد واحد على اثنان، اثنان أس اثنان هي أربعة، إذن اثنان في واحد اثنان، اثنان زائد واحد جذر أربعة هو العدد اثنان، وبالتالي المسافة كتساوي لنا ثلاثة على جوج.